متحدث باسم الوزارة سيف البدر يقول صرح أن خريجي الكليات الأهلية في طب الأسنان والصيدلة ما زالوا مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 من خريجي الكليات الأهلية والحكومية. نقابة الصيادلة دكتور محمد أعلنت عن إيقاف التعيين المركزي لخريجي الكليات الصيدلة الحكومية والأهلية بالنسبة للفوج المقبولين لعام 2020 بسبب حصول اكتفاء ذاتي أيضا من الكليات، وأيضا فتح كثير من الصيدلات الأهلية. أول شيء نقابة الصيادلة لا تملك أنه تعلن توقف التعيين المركزي من غير هذا شأن خاص بقانون التدرج الطبي وزارة الصحة. شوفي حتى أحكي لك وأبين للجمهور أو حتى جمهورنا الصيادلة المشكلة. كليات الصيدلة الأهلية دا تنفتح بأعداد كبيرة. نعم. ودا يتخرجون صيادلة بأعداد كبيرة جدا. هذول بالمستقبل راح يصيرون عبء على المؤسسات الصحية، وبنفس الوقت راح تصير عليهم أعباء، لأنه دا يتخرج صيدلي وكعداد كبيرة جدا وهذا حجب السوق، فما راح يلقى العمل اللي يحتاج يمارسه سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. فإحنا دا نشتغل بالنقابة باتجاهين، أول شيء اتجاه للمستقبل لتقليل أعداد الصيادلة، وطبعا تحسين نوعية الجامعات بين الأقسام والكليات وغيرها حتى يتخرج صيدلي خلينا نقول up to the standards. وثاني شيء حاليا اليوم من اجونا خريجين 2021 وتأخر تعيينهم، احنا همينا كنقابة صيادلة نحمي وندافع ونحاول نجيب حقوق الناس المنتمين إن إلى الصيادلة نحاول نعينهم. بس أنا متأكد بالسنوات الجاية راح يكون أكو عبء كبير على وزارة الصحة وعلى الدولة إنه تعين كل الصيادلة اللي راح يتخرجون. لذلك إحنا استراتيجيا دا نشتغل بهذا الخطين. الخط الأول هو للمستقبل نقلل أعداد الصيادلة، ما نريد نصير مثل دول أخرى. أنطيك مثال بسيط، مصر 100 مليون نسمة بيها ربع مليون صيدلية. هذول الربع مليون صيدلي مو بس مكفين مصر وكل دول الشرق الأوسط، تشوفيهم بالسعودية وبالإمارات ودول الخليج وبالأردن وغيره وغيره وغيره، أي تقريبا عندهم صيدلي لكل 500 نسمة من الشعب. احنا ده نحاول استراتيجيا نفكر، ما نريد نوصل لهالمرحلة، لأن باكر عقبة يعني مثل اختصاصات أخرى مثل الهندسة مثلا راح يتخرج الصيدلي لا إلى تعيين ولا إلى فرصة إنه يشتغل بالقطاع الخاص. يعني احنا ما عندنا استيعاب لاستقبال استقبالهم إذا نتكلم على القطاع الصحي الحكومي أو الأهلي. نعم، استيعابهم ما عندنا يعني طاقة استيعابية لاستقبالهم إذا نتكلم عن القطاع حكومي أو خاص. الأعداد الهائلة. أنا نظرتي للمستقبل أنا نظرتي للمستقبل مع الظروف الاقتصادية اللي تصير على البلد، مع ميزانية وزارة الصحة القليلة جدا بالنسبة للميزانية العامة أو بالنسبة لعدد سكان 41 مليون نسمة، مع البنية التحتية الصحية من عدد مستشفيات وغيره، إضافة للمستشفيات الأهلية يعني ما تعين صيادلة وما تحتاج صيادلة، راح يكون أكو عبء كبير على الصيادل إنه هو يتخرج وما يلاقي شغل.